مرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن من فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم من فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. اتقوا النار ولو بشق تمر. أحباب الكرام، نشكر الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا، جلسنا في أفضل البقع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل البقع المساجد. وقال: من ألف المسجد ألفه الله، ومن ألف المسجد وهو يزور المسجد. رسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا وراح. وقال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. لماذا المساجد أفضل البقع؟ لأن المساجد بنيت لذكر الله، إنما بنيت المساجد لذكر الله. والحمد لله نحن الآن في مجلس الذكر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس أقوام يوم القيامة على وجوههم نور على منابر اللؤلؤ يغبطهم النبيون والشهداء. فسأل سائل: يا رسول الله، حلهم لنا نعرفهم من هم؟ قال: هم من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله عز وجل. أحباب الكرام، نشكر الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى أعطانا كثير من النعم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، وهو الذي أعطانا. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال: وما بكم من نعمة فمن الله. فالله هو الذي أعطانا هذه النعم، وهو يطلب منا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم، لأن الله قادر، هو الذي يعطي وهو قادر أن يأخذ أن يسلب.
قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الله آتانا قوة السمع قوة البصر نستعمل هذه النعم مرضات الله سبحانه وتعالى حيث الله يمدنا الله يحذرنا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناكم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وهو قادر على كل شيء هو الذي يعطي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب أحباب الكرام الله سبحانه وتعالى هو خالقنا وهو الذي أوجدنا أوجدنا من فين خلق من ماء دافق فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب ويقول ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون فالله هو الذي أوجدنا هو الذي خلقنا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالق الله هو خالق كل شيء خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل كيف هو لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار هو الذي لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون لا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل الجبال ومكائيل البحار ويعلم عدد قطر الأمطار وورق الأشجار ويعلم ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعر ولا جبل ما في وعري هو الله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله
وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. أخبار الكرام، الله هو خالق الكون. إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالله هو خالقنا يا حبيبي. فإذا فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين. أخبار الكرام، الله هو خالق هذا الكون. نتيقن الله هو قادر على كل شيء، إرادته كامل، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ويفعل ما يشاء بقدرته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يضل به من يشاء ويهدي من يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يصيب به من يشاء أو يصرفه عن من يشاء فهو قادر. لهذا في الحديث القدسي الله يقول يا ابن آدم أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد فإن رضيت فإن سلمتني فيما أريد كفيتك فيما تريد وإن لم تسلمني فيما أريد أتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد. فالله سبحانه وتعالى إرادته كامل، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. باب الكرام، الله هو خالقنا، الله مالكنا، إذا نملك إن جوارحنا وبأن كل شيء له، إن نواسينا وجوارحنا لم تملكنا شيئا فإذا فعلت بنا ذلك فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. فالله يملك، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الأرض، لله ملك السماوات والأرض. أحباب الكرام، الله هو مالك، لا نملك أي شيء، وهو الذي أعطانا كل شيء وهو الذي يملك. فهكذا بعد الله سبحانه وتعالى خلقنا، الله ما نسي أنا، الله لا يضل ربي ولا ينسى، ولا تحسبن الله غافلا، إن ربك لبالمرصاد الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تحضر الكرام، الله سبحانه وتعالى يرانا، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتابه. علمه أتم، علمه أتم، يعلم خائنة الأعين
وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا وَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ هَذَا هُوَ اللَّهُ. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہوا خالقنا وہوا مالکنا وہوا رازقنا وہوا الذی یرزقنا رزاق. اللہ سبحانہ وتعالی یقول وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ويقول وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. فإذا الله هو الرزاق. في الحديث الله يقول ما من شيء يقربكم إلى الجنة أو يبعدكم من النار إلا قد أمرتكم به. وليس شيء يقربكم من النار ويبعدكم من الجنة إلا قد نهيتكم عنه. ألا وإن روح القدس قد نفث في روعه أن النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ولا يحملنكم استبطاء الرزق تاخير الرزق ولا يحملنكم استبطاء الرزق ان تطلبوه على معاصي الله فانه لا يدرك ما عند الله الا بطاعته عنده خزائن سخاء الليل والنهار لا ينقص وعنده خزائن وما من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. لو الله سبحانه وتعالى الله ماذا يقول في الحديث القدسي يا عبادي كم خزائن الله ملآن لا ينقصه صحاء الليل والنهار. يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وهيتكم وميتكم ورغبكم ويابسكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذا خزائن. يا عبادي إنما هي أعمالكم أقصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أحباب الكرام الله سبحانه وتعالى هو خالق وهو مالكنا وهو رازقنا. الله سبحانه وتعالى كما في القرآن في آيات عن الرزق هكذا الله سبحانه وتعالى بين قدرته في التوراة في كتب السابقة. قال يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني لا ينفد أبدا. يا ابن آدم لا تخافن من ضيق العيش من ضيق الرزق ما دام خزائني ملآن وخزائني لا ينفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب وقدرت لك رزقك فلا تتعب
فَإِنْ رَضُيْتَ بِمَا قَسَمْتُهُ لَكْ أَرَحْتُ قَلْبَكْ وَبَدَنَكْ وَتَكُونُ عِنْدِي مَحْمُودًا وَإِنْ لَمْ تَرْضَ بِمَا قَسَمْتُهُ لَكْ فَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَوْ سَلَّطَنَّ عَلَيْكَ الدُّنْيَا تَرْكُدُ فِيهَا رَدَّ الْأُحُوشِ فِي الْبَرِيَّةِ ثُمَّ لَا يَكُونُ لَكَ مِنْهَا إِلَّا مَا كَتَبْتُهُ لَكْ وَتَكُونُ عِنْدِي مَذْمُومًا. يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن أفيعيني رغيف عيشا أسوقه إليه. يا ابن آدم لا تسألني عن رزق غد كما لم أطالبك بعمل غد فإني لم أنس من عصاني وكيف من عطاني. يا ابن آدم إني لك محب إني لك محب فبحقي عليك كلي محب. لابد نحن نحب الله سبحانه وتعالى. يا أحباب الكرام حب الله ليس شيء بسيط، ليس نوافل، ليس يعني شيء بسيط، هذا يعني هذا فرض مفروض على كل واحد أن يحب الله لأن هو الذي أعطانا كل شيء. الرسول يقول أحب الله الأمر أحب الله لما؟ لما يغنيكم من نعمه. كم من النعم هو أعطانا. الله يقول في الحديث يا ابن آدم قد أنعمت عليك نعما عظاما لا تحصي عددها ولا تطيق شكرها. وإن مما أنعمت عليك جعلت لك عينين تنظر بهما وجعلت لهما غطاء فانظر بعينيك ما أحللت لك فإن عرض لك ما حرمت عليك فارخي عليك الستر. يا ابن آدم جعلت لك لسانا وجعلت له بابا فانطق بما أمرت لك وأحللت لك فإن عرض لك ما حرمت عليك فاغلق عليك بابك. يا ابن آدم جعلت لك فرجا وجعلت له سترا فأصب بفضلك ما أحللت لك. يا ابن آدم إنك لا تطيق سخطي ولا تطيق عذابي إن ربك إن بطش ربك لشديد إني أعذب عذابا لا أعذب أحدا من العالمين ولا يوثق وثاقه أحد. إذا لم يكن الحب الله في قلوبنا لا نستطيع أن نمشي في الدين. ممكن هو يمشي في الدين، هو يمتثل بعض أوامر الله، ولكن الله لا يطالبنا لكي نمشي في بعض الدين. لا، الله يطالب منا أن ندخل في دينه 100%. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا آمنوا أي تيقنوا بالله ورسوله 100%. الآن مسلمون يمشي في بعض الدين، ونصرة الله أبدا لا يكون الذين يمشون في الدين يعني في بعض الدين، نصرة الله دائما في دينه الكامل. لأجل هذا نحن نقول إن فلاحنا ونجاحنا في الدنيا والآخرة، إن فلاحنا ونجاحنا
في دينه الكامل لا يقول في بعض الدين الآن أمة مسلمة كلهم يمشون الحمد لله يصلي ويزكي ولكن عين المعاشرة عين معاملتنا خربان بل الله حذرنا الذي يمشي في دين بعض الدين الله ماذا يقول ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون الله يحذر نصرة الله لا تنزل أبدا أحباب الكرام الله سبحانه وتعالى ودع فلاحنا ونجاحنا في دينه الكامل وإنسان لا يستطيع يمشي بدون الحب كما الطفل الصغير ما يعني هو ليس بالغ فهكذا أي واحد ما عنده حب الله هو ليس بالغ لا يستطيع إذا الطفل الصغير يزوجه أباه هل هو يستطيع يعني أن يولد؟ لا فهكذا إنسان بدون الحب هو لا يستطيع يمشي فلا بد يا أحباب الكرام نذكر الله سبحانه وتعالى نعظم الله نكبر الله وندعو الناس إلى حب الله حتى الله يعطينا هذا الحب الله يحبنا يا ابن آدم إني لكم كم هو يحبنا الله أكبر مرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال أشار إلى المرأة وقال لله أرحم بعباده من هذه بولدها الله يقول يا ابن آدم أذكرك وتنساني أستترك ولا تخشى يا ابن آدم كم أنا أحب كم أنا أحب إذا يا ابن آدم ذكرتني ذكرتك وإن نسيتني ذكرتك تعرض عني وأنا مقبل إليك من أقبل إلي تلقيته من بعيد هذا هو الحب كما الله يا ابن آدم من أتاني يمشي إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب العبد إلي ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني يمشي أتيت خربا كما الله يحبه يا أحباب الكرام لا بد نحن نرتبط مع الله سبحانه وتعالى تكون علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى هذا هو الرسول عن الله دائما نحن يكون علاقتنا مع الله وماذا علم واحد صحابة دائما أنت امتثل أوامر الله ألا يكون معك احفظ الله يحفظك احفظ الله أي احفظ أوامر الله الله يحفظك ليس بعض الأوامر كل الأوامر دين الكامل احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف وفي رواية تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر هذا هو فالله الرسول علمنا كي نتوجه إلى الله في كل شيء في أحوال انفرادية أحوال الاجتماعية نحن نتوجه إلى الله أحباب الكرام ولكن
Al-Asad, ma indana alaqa ma'allah, ma indana ma'rifa. Limada Allah khalaqana? Liya'budun, ewa ba'ad, ay liya'rifun, likay ma'rif. Iza la yakun ma'rifatuna, ma'rifatullah. Iza asabana ayyi musiba, la nastati an natawajjal ila Allah. Ma indana alaqa ma'ah. الرسول صلى الله عليه وسلم علم الصحابة وهو أيضا بنفسه أي مصيبة يصيبه هو كان يمشي نفسه هو كان يحل المسائل بالدعوات كان إذا حزبه أمر فزع إلى السماء لكن لنا العلاقة فأحباب الكرام نحن إلى حاجة طيب أن نزيد نقوي إيماننا وهذا الإيمان لا الله لا يؤتي إلا بعد الجهد اليقين دولة اليقين أهم شيء ما نزل من السماء أقل من الحلم وما قسم للناس أقل من اليقين لا بد نجتهد جهد شديد ما دين الله يفتح لنا الله يجيب فأحباب الكرام الآن نحن لا نتفكر كيف نحقق الإيمان الرسول يقول الإيمان لا يخلق كما يخلق الثوب فاسأل الله أن يجدد إيمانك وقال جددوا إيمانكم قيل وكيف نجدد ايماننا؟ قال اكثروا من قول لا اله الا الله. احباب الكرام هذا الايمان الله اعطانا. كم من النعم الله اعطانا وافضل النعم الله اكبر واغلى النعم الله اعطانا نعمه الايمان. اتعرف الله سبحانه وتعالى ياتي الايام المسلمون الذين لا يمشون في دين الكامل هم يدخلون النار مع انهم اقروا بلا اله الا الله لماذا هم يدخلون؟ لسبب ضعف ايمان لان اذا كان ضعف الايمان يكون ضعف الاعمال اذا كان ضعف الاعمال يكون خسران في الدنيا والاخره أما الدنيا الله يصيبه ببلايا الشديد وفي الآخرة يدخله النار مسلم هو يدخل النار لماذا؟ بسبب تركه جهد الدين إذا يوجد جهد الدين إيمان قوي إذا إيمان يكون قوي الأعمال تصدر من جسد ويكون إذا كان الأعمال طيبة الله ينزل الأحوال الطيبة إذا كان أعمالنا سيئة خربا الله ينزل المصائب ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأحباب الكرام المسلمون يدخلون النار أيضا ولكن بركة الإيمان هو بركة الإيمان الله سبحانه يأتي الأيام الله يقول للملائكة أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فيخرجون الكفار يرون هذا المنظر حينما يرون هم يتأسف هم يقولون ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين من قيمة الإيمان يأتي الأيام هو لا يخلد في النار بسبب هذا الإيمان بكلمة الله يخرجه من النار فكيف الرجل الذي الله أكبر يعني يجتهد لدينه يحفظ هذا الإيمان ويجتهد لإيمانه كم يكون مرتبة إلا الله سبحانه
فأحباب الكرام أول شيء الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا لكي نعرفه ليعبدون أي ليعرفوا ولكن ما عرفنا الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيده أحباب الكرام كيف يأتي في قلوبنا الحب اليقين لا بد نحن نجتهد جهد جهد يطالب منا والذين جاهدوا فينا لنادينهم سبلنا من جد وجد من زرع حصد انما هي اعمالكم من عمل عملا فلنفسه ومن عصاء فعليها احباب الكرام شيء ثاني يعني نطيع الله ونطيع الرسول حب الله وحب الرسول مطلوب محب الله ومحب الرسول بدون حب الرسول إيماننا لا يكمل لا يؤمن أحدكم حتى يكون حواه تبعا لما جئت به لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة نحب الله ونحب الرسول وفي إطاعة الرسول نجاحنا وفلاحنا في الدنيا والآخرة أي واحد يريد حب الله لا بد هو يتبع الرسول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أحباب الكرام نحب الله ونحب الرسول ونجتهد للآخرة الله خلقنا في هذه الدنيا لكي نستعد للآخرة يا أحباب وإنكم بعد ذلك لميتون إنك ميت وإنهم ميتون لماذا الله سبحانه وتعالى رتب هذا الترتيب كل من يأتي في هذه الدنيا لا بد هو يغادر لماذا لأن هذا الدنيا الله ما خلق هذا للأبد مؤقتا كل من يأتي كل من عليها فان ويلقى وجه ربك ذو الجلال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت واحبب من شئت فإنك مفارق واعمل ما شئت فإنك مجزي لا تستطيع أن تبقى في الدنيا للأبد لأن الله ما رتب هذا الدنيا هذا إن الدنيا زائلة الرسول صلى الله عليه وسلم ألا إن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر ألا وإن الآخرة أجل صادق يقضي فيها ملك قادر ألا وإن الخير كله بحذافيره في الجنة ألا وإن الشر كل حذافيره في النار ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر واعلموا أنكم معروضون بأعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه هذه الدنيا عرض حاضر والله يقول رسول إن الدنيا حلوة خضراء لماذا الله خلقكم وإن الله مستخلفكم فينظر كيف تعملون وقال رسول صلى الله عليه وسلم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلككم
وقال فوالله ماذا قال الرسول إن أخوف ما أتخوف على أمتي الهوى وطول الأمل ويتخوف الهوى ويتبع الهوى أفرأيت من اتخذ إلهه هوى كان لازم أن يعبد الله ولكن هو أن يعبد نفسه هو جعل نفسه إله أين نفسه يشير بس ويتبعه كأنه يعبد النفس ومن الذي وراء الشهوة وراء النفس لا يستطيع أن يمشي بالدين إذا يتبع لا بد عندي بيوت فاخرة سيارة فاخرة هذا وهذا كيف هو يمشي بالدين الرسول قال أما الهوى فيصد عن الحق لا يستطيع أن يمشي بالدين وأما طول الأمل فينسي الآخرة إذا كان هدفه ومقصده الدنيا حياة الدنيا وينسي الآخرة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال أما الهوى فيصد عن الحق وأما طول الأمل فينسي الآخرة وهذه الدنيا مرتحلة قادمة وهذه الدنيا مرتحلة ذاهبة وهذه الآخرة مقبلة قادمة ولكل واحدة منهما بنون فإن استطعتم أن لا تكونوا من بني الدنيا فافعلوا فإنكم اليوم في دار العمل ولا حساب وغدا تكونوا في دار الحساب كل واحد نقوم أمام الله سبحانه وتعالى ما منا وهو يقوم أمام الله الله يسأل لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابي فيما أغلاه وعن مالي من أين اكتسب وفيما أنفق وعن علم فيما أنفق يجاء برجل يوم القيامة فيوقف بين يدي الله تعالى كأنه بدج بدأ ولد الدأن ولد الشعر حقير نحيف فيوقف بين يدي الله يقول له أرني ماذا قدمت لهذا اليوم فيقول يا الله رب إني جمعته في الدنيا وثمرته وتركته أكثر ما كان فرجعني آتك به كل الله يسأل مرة أرني ماذا قدمت قال يا الله رب جمعته وثمرته وتركته أكثر ما كان فرجعني آتك به كل فإذا عبد لم يقدم شيئا فيومت فيومت يبتذره إليه سبعون ألف ملك يجرونه إلى النار خذوه فضلوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرها سبعون ذراعا فاسلكوا وهو يبكي ويقول ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ويقول ربي ربي ارجعون لعلي عمل صالح كلما ألقي فيها فوج خزنتها سأل خزن ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير وبعد هو يقر يعترف ولكن وأن لهم التناوش من مكان بعيد ويقول لو كنا نسمع أو ناقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير الكرام لا بد نحن نجتهد للآخر أمامنا كل هذا أمامنا القبر أمامنا البرزخ وأول يوم أول يوم من الآخرة 50,000 سنة مما توتر لكن ما عندنا الفكر والغم
يغلب نحن مطمئنين مطمئنين على إيماننا أني متدين أن أصلي وزكي ماذا أنا أريد انظر إلى حياة الصحابة الله أكبر رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله أحوالهم كيف الله يقول واحد تابعي بوليك أدركت 30 من الصحابة الإيمان في قلوبهم كالجبال ولكن أدركتهم كلهم كانوا يخافون عليهم النفاق كلهم يتهمون أنه منافق ونحن ما عندنا أي أمر وما عندنا أي فكر والاستعداد للنوم نحن مضطهدون هذا بسبب ضعف الإيمان إيمان يبكيك إيمان والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة قلوبهم وجلة يخافون أنهم إلى ربهم فسألت عائشة يا رسول الله لماذا هم يخافون أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون قال لا يا بنت سر هم الذين يزكون ويصلون ويجاهدون ويخرجون يعملون كل عمل مع أن هم يخافون لأن الله سبحانه وتعالى هو غني أن لا يقبل منهم يخافون الله غني عن العالمين أولئك يسارعون في الخيرات لا بد يحضر الكرام هذا الفكر وهذا الغم سيدنا عبد الله بن عباس كان يقول كيف أنا أفرح كيف أطمئن في هذه الحياة والموت وراءنا والقبور أمامنا وبين يدي ربنا موقفنا والقيامة موعدنا وعلى الصراط مرورنا إذا كان هذه الأحوال أمامي كيف أنا أرتاح ولكن نحن مطمئنين انظر على الشيوخ الله أكبر إمام الشافعي رحمه الله تعالى قبيل الموت واحد تلميذه سأل كيف أصبحت يا شيخ فماذا أجاب أصبحت من الدنيا كأني أغادر من هذه الدنيا أصبحت من الدنيا راحلة ولإخواني مفارقة ولكأس المنية شاربة بعد أن بدأ قال لا أدري لا أدري روحي تسير إلى الجنة فأهنيها أو إلى النار فأوزيها أنا لا أدري أين تسير هذا الروح هو يخاف هذا هو الإيمان يخاف لابد أن نجتهد أحباب الكرام من الذي يخيب ومن الذي يفوز الله بين في القرآن من الذي يفوز فمن زخزع عن النار وأدخل الجنة فقد فاز هذا هدفنا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إذا دخل أهل الجنة جنة ينادي مناد إن لكم أن تشتبوا فلا تحرموا أبدا إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا الله يؤتيك صحة قوة مية رجل قوة مية رجل إن لكم أن تشبوا 33 سنة شاب كامل شبوا فلا تخربوا أبدا إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا إن لكم أن تنعموا إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا دائما
Allah yaqulu li ahli jannah, ya ahli jannah, ham raditun? قال يا الله ما لنا لا نرضى يا ربنا وقد اعطيتنا ما لم تؤت احدا من خلقك قال الا اعطيكم افضل من ذلك قال اي شيء افضل من ذلك قال احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا هذا هو هدفنا يا اخوان ومن الذي يقيم قال قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ذلل من النار ومن تحتهم ذلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون الله يخوفنا من عذابه خاصة في هذا رمضان في هذه المرحلة نحن ندعو الله سبحانه وتعالى اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أخيرا يا أخوان الكرام بقي 10 دقائق الحمد لله الله من علينا بكثير من النعم الله خلقنا من الإنسان وأنعم كثير من النعم والله خلقنا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أتاري كان الأنبياء السابقين كانوا يتمنون أن يكونوا من هذه الأمة موسى عليه السلام أولو العزم وهو يقول يا رب أجد في الألواح أمة خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف يعني حينما وجد الألقاء وجد وصف هذه الأمة أول وصف ماذا يقول يا الله إني أجد في الألواح أمة خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر اللهم اجعلهم أمتي قال تلك أمة أحب كم من السعداء يقبل نحن من أمة النبي يا رب أجد في الألواح أمة هم الشافعون المشروع لهم هم يشفعوا واحد للآخر الأصدقاء للأصدقاء الصديق للأصدقاء هذا حافظ القرآن هو أيضا يشفع وشفعه في عشرة من أهل بيتي كلهم قد وجبت نار قال يا رب أجد في الألواح أمة هم الشافعون المشروع لهم اجعلهم أمتي قال تلك أمة أحمد يا الله أجد في الألواح أمة هم آخرون في الخلق والسابقون في دخول الجنة اللهم اجعلهم أمتي قال تلك أمة أحمد والله أوحى إلى داود عليه السلام أمم السابقة يعني كتب السابقة يا داود أتعرف أنه سيأتي من بعدك نبي اسمه أحمد ومحمد صادقا سيدا لا أغضب عليه أبدا ولا يبغضني أبدا وقد غفرت له قبل أن يعصيني ما تقدم من ذنبه وما تأخر هذا وصف نبينا وبعد أن قال وأمته مرحومة أمته وأعطيتهم من النوافل مثل ما أعطيت الأنبياء يعني الله يقول أنا أعطي هذه الأمة أمة محمد النوافل مثل ما أعطيت الأنبياء وافترضت عليهم الفرائض التي افترضت على الأنبياء والرسل حتى يأتوني يوم القيامة ويكون نورهم يتلألأ مثل نور الأنبياء وفضلت أمة محمد على سائر الأمم إن الجنة حرمت على الأنبياء حتى أدخل وحرمت على الأمم حتى تدخل أمتي يا أحباب ما عرفنا حق قدر وما عرفنا من نحن نحن نتعرف أنا مهندس أنا دكتور أنا فلا وفلا نسينا أننا من أمة محمد كانوا أنبياء يتمنون أحباب الكرام
Allah akramana. Limada Allah subhanahu wa ta'ala hadil umma aqalluhum a'ma aqalluhum ibada wa ma hada Allah yaqul kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nar kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nar ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar Allah ta'ala hada al mansab walakin nasina yakhdha Ahbab al kiram hadil umma ghaliya jiddan ورسولنا ايضا سيدا صادقا الله تعالى رسول هذا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم اي حريص على منفعتكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الله سماه رؤوف الرحيم كما الله الرحمن الرحيم سمى نبيه الرحمن Allah amarana an nattabi'u nattabi'u wa tariqatahu yakhudu kaifa kana nattabi'u hammahu wa huznahu musharifin kam kana hubbahu li umma Allahu Akbar Sayyida Aisha radiyallahu ta'ala anha qalat wajadtu rasulahu wa dakala fi ghurfati wajadtu bitibi nafsin huwa farhan ana اغتنمت هذه الفرصة وقلت يا رسول الله ادعو الله لي ادعو الله لي قال اللهم اغفر لعائشة ما تقدمت من ذنبها وما تأخرت وما أسرت وما أعلنت الله حينما سمعت فرح فرحا شديدا الرسول صلى الله عليه وسلم سألها أيسرك دعائي قالت ما لي لا أقرا يا رسول وقد دعوت لي ما دعوت لآخر قال يا عائشة والله إنها لدعوتي لأمتي خلف كل سلام إنها دعوتي لأمتي بعد كل سلام كم كان سبحان والرسول صلى الله عليه وسلم الله سلاه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لعلك باقي نفسك ألا يكون مؤمنين ويبين نفسه كيف كان في قلبي الفرق قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجا فأطاه طائفة من قومه فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فسبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل ما أطاعني من أطاني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الخلق ويبين مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجناديب والفراش يكان فيه وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدك الصحابة أحباب الكرام صحابة رضوان الله أجمعين هم كانوا يتبعون النبي مئة في المئة هم نجوا وصعدوا ونجوا والله يقول في القرآن والسابقون الأولون والمهاجرين من الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا كما الله رضي منهم الذين يتبعون السابقين مهاجرين أنصار الله أيضا يرضى وماذا الله يعطينا يوم القيامة؟ الله أعلم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين فضائل الخروج جهد الدين لا يقابله أي عمل يحبه أجعلتم شوف يعني أحب الأمال نحن نظن أحب الأمال أحب الأمال لو أنت تذهب إلى الحج وتسقي يعني تخدم الحجاج أحب الأمال فهكذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم
بَعْضُ النَّاسِ كَانُوا يَعْمِرُونَ مَسْجِدَ الْحَرَامِ يُنَدِّبُونَ وَيَعْتَمِرُونَ وَهُمْ كَانُوا يَخْدِبُونَ الْحُجَّاجِ لَهَذَا كِفَايَةٌ لَا نَحْتَجَ نَعْمُلَ أَيَّ عَمَلٍ وَبَعْضُ النَّاسِ كَانُوا يَخْرُجُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَدَى بَيْنَهُمْ الْكَلَامُ مَنْ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقولون نحن نعمل عمل يعني أحب العمل وهم قال الجهاد أحب العمل عندما هم حضروا بحضرة النبي أنزل القرآن ماذا قال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام فمن آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى وجاهد في سبيل الله من جاهد في سبيل الله هذا لا يسوي أجعلتم سقاية الحرام فمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله فأفضل الأمر وقال رسول صلى الله عليه وسلم لرجل واحد هو الذي رأى ما يعني عيون ما أن أقبل وقال في نفسي لو أنا اعتزلت الناس وأبقى في هذه الغابة أموت هنا قال لن أفعل حتى أستأذن رسول الله فأذن فاستأذن رسول الله فقال لا تفعل هذا لا تبقى لا تجلس في مكان أغزو في سبيل الله يعني قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول فإن مقام أحدكم في سبيل الله خير له من صلاته في بيته أفضل من 70 سنة الرجل الذي يصلي في بيته 70 سنة كم قيمة له في قلوبنا رجل متدين ولكن الخروج في سبيل الله بربع ساعة بعد الوقت هذا ربع ساعة أفضل من عبادة 70 سنة في أهل وفي الجنة كما الله درجة الله يجنى أنا أختم بهذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بين لأبو سعيد الخدري يا أبو سعيد أتعرف ماذا يقول الله عز وجل قال من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة بسبب هذا الإيمان والإسلام والرسول الله وجب له الجنة ففرح فرحا شديدا قال يا رسول الله أعجبني هذا الحديث أعد علي فقال من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وجبت له الجنة بعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا سعيد أتعرف هناك عمل الله يعطيه 100 درجة في عمل فيه عمل أي واحد يعمل هذا العمل الله يعطي 100 درجة في الجنة 100 درجة وما بين كل درجة كم مسافة ما بين السماء كل درجة وسط ما بين السماء والأرض يعني 100 درجة والدرجة واحد كم مسافة ما بين السماء والأرض لمن أتعرف لمن قال المجاهد في سبيل الله المجاهد في سبيل تحضر الكرام الحمد لله أنتم خرجتم في سبيل الله هذا أفضل الأمر أفضل نشكر الله سبحانه وتعالى وننوي كي نزود نزيد هذا لا نكتفي على هذا لا نكون مطمئن يا أحباب الكرام لا بد أمامنا الصحابة انظر إلى حياة الصحابة والله أمرنا أن نتبعهم آمنوا كما آمن الناس فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا لا بد نحن نتبع الصحابة إذا ننظر إلى حياة الصحابة نحن نحقره يا الله 4 شهور يا الله هذا تقصير منا ولكن إذا ننظر إلى فلا وفلا بعد نحن إذا نخرج في 3 أيام
نحن مطمئن وهو لا يقوم خمسة مالنا ثلاثة يوم تخبر الكرام كن مستعدين مستعدين إن شاء الله مستعدون في هذه الليالي رسول صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر كيف كان جهده إذا دخل العشر الأواخر كان أحيا الليل كله أيقظ أهله وشد المئزر كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فسألت عائشة لما تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال يا عائشة أفلا أحب أن أكون أبدا شكرا فهذا هو الشكر كيف نؤدي شكر الله نخرج في سبيل الذي أعطانا الحياة والأموال ننفق في سبيل لأجل الله سبحانه نخرج في سبيل هذا أحب يعني كيفية الشكر مستعدين إن شاء الله شكرا مكتوب أو خلاص كلنا يعني ننوي إن شاء الله يه إرفع يديك من مستعد اللهم صل على سيدنا اللهم إنك عفو تحب الأقوام وأنت يا كريم اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بشر ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ وصلى الله تعالى على خير. Thank you.